تقول سؤال آخر لها لأم محمد من المغرب، هي منتقبة وتريد أن يعني تخرج صورة فوتوغرافية للبطاقة، هل لابد من وجود محرم معها أم ماذا تفعل؟ بالتأكيد أن المرأة لا تذهب إلى أي مكان إلا في وجود أحد محارمها، هذا أمر لا خلاف عليه، والصورة هنا في مثل هذه الحالة ضرورة من الضرورات، ترفع نقابها ويصورها، فإذا وجدت امرأة للتصوير فخير وبركة، وإذا لم يوجد يصورها رجل ولا بأس ولا حرج، هذه تسمى ضرورة، والضرورة دائما تقدر بقدرها في وجود أحد محارمها. نعم.